في مصر من 2009 ل 2015 يا توني، مين كان منافسك الرئيسي؟ أنا جيت نافست، محدش نافسني. أنا دخلت على بلد بعتبره بلدي أكيد، بس كان مش بلدي. دخلت على وسط مش وسطي، دخلت على مجتمع مش مجتمعي. متواضع قوي على فكرة. مش متواضع، أنا جيت على مصر. متواضع جدا. أنا جيت على مصر كان التحدي إنك أنت هتقدر تستمر أسبوعين وحيلفظوك. المصري لا يتقبل إلا مصري. طارق نور بيقول لي بتقدر تتكلم مصري؟ قلت له لا. قال لي المصري مش كتير ممكن على التلفزيون كإعلامي يتقبل شخص بيحكي لبناني. بقول له رح احكي اللهجه البيضة اللي بيحكيها جورج قرداحي ودخل مصر من سيربح البنون. وناجح جورج قرداحي. جاوبني جورج دخل المجتمع المصري من تلفزيون غير مصري، انما انك تطلع من تلفزيون مصري لازم تكون تشبه المصريين. ده كان راي طارق. كانت صباح الله يرحمها بعد طيبه، قعدت مع ست صباح وقلت لها يا ست صباح انا رايح اشتغل بمصر، وخوفوني. اشمعنى يا صباح اللي قلت لها؟ اسمعيني خليني اكمل لك. بتقلي صباح انت قررت؟ قلت لها ايه. قلت لي بلبنان بيلفظوك، بمصر راح يحضنوك. صح. وقالت لي سؤال، لمصر عملت شيء اسمه صباح، وبناء على نصيحة صباح انا جيت على مصر وشفت مصر اللي غمرتني ومصر اللي حضنتني ومصر اللي اليوم اللي انا جيت عليها بعد غياب 7 سنين. انا برجع على بيروت ما حسيت بنفس الشعور اللي بحس فيه لما وقفت اليوم. عامل فيديو ما بعرف رح تشوفوه على السوشيال ميديا. ومصر بتحبك كمان يا انا طول. لما وقفت بمصر في شعور، في شعور غريب. بيقولوا انه اللي بيشرب من ميه النيل ما بيقدر الا ما يرجع على النيل. كنت بعتبره انا شعار، انا جربته. هلا بدي اقوله عم بيتملق وعم بيمالق وعم بينافق. لا مش مزبوط. مصر الها الى شيء كنت اسمع يقولوا، لاني انا كنت بمصر ما كنت حس. لما فليت 7 سنين أو 6 سنين عن مصر ورجعت عرفت شو يعني انك ترجعي على مصر. ولها السبب. انا برجع بقول مصر لا تلفظ، مصر تحضن. اذا بتستحق حضن مصر، مصر بتحطك بحضنك. اما اذا تطعن في هذا الحضن مصر ما بترحمك. طيب ليه تجربتك ما استمرتش بعد 7 سنين؟ مشيت ليه؟ ليه فليت؟ لأنه بعتبر إنه مصر، وهذه كانت دعوتي، لازم تقف على إجريها. مصر بمشيك؟ آه. أنا واحد من اللي كان لازم يمشوا. ليه؟ لأنه نحن لما كنا بالحقب اللي بنعمل فيها برامج بمصر، كانت مصر هي مش مصر، كانت حالة فوضى. كان عشان نفهم بس الأول الكلام اللي بتقوله ده على سبيل الفخر ولا على سبيل الاتهام؟ على سبيل الفخر. أنا عرفت أخذ قرار بالمغادرة لما غيري ما أخذ هذا القرار، فإذا بدك أجبر على المغادرة، لأنه مصر كان مفروض توقف على إجريها. مصر كان مفروض تروح الفتنة في منها، مش يعني نحن كنا نعمل فتنة، ولكن برامجنا بتلك الحقبة لما كانت عم نستضيف من كل الناس عم بيطلعوا على الهواء. ده اللي مفهوم من كلامك. من هبة ودب. كان فتنة. باعترافك انك انت احد صناع الفتنة. احد صناع الفتنة ايجابا. ايجابا. نحن اسقطنا اقنعة عن وجوه كتير ناس. كان يجب ان تسقط تلك الاقنعة في تلك الحقبة. ولكن لما انتهت الحقبة كان مفروض مصر ترجع مصر. بتقصد مين اللي نزلت من عليهم الأقنعة؟ كتير ناس. زي مين؟ كتير ناس، ما بعرف بالأسماء بس كتير ناس. مش عايزة أسماء. رجعي على برامجي بتعرفي، بتعرفي. فأنا لما مصر أرادت أن تتنفس الحياة مجددا فكان علينا أن نصمت. نحن كان لازم أن نصمت. أنا أخذت قرار أن أصمت لوحدي. وأكبر دليل يمكن يا توني ما كانش فيه عروض. مين قال؟ هل كان عندي عرض على رمضان؟ هلا من دلوقتي غير. لا لا بوقت. انا بتكلم من 7 سنين. ما بعدها فيش 7 سنين. انا ناسي اي سنه وقفنا. 2015 توني. من 7 سنين اجاني كذا عرض، في عروض هي ما مشيت. يعني او مثلا بسبب طلباتك الماليه الكبيره؟ ابدا 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 ابدا. بيقال أنا كده انا قالوا على تاني علشان يخوفوا الناس
انه ما حدش يكلم توني خليفه، توني خليفه بياخد ملايين. دايما بتقول لي على ناس مجهوله. ليه؟ ناس مجهوله ليه؟ بتحاربك. مش مجهوله متحاربة. طب انا عايز اعرف مين حربني. عايزين نعرف مين. ما بعرف، ما انا ما بعرف. انا في شخص عم بيكلمني قال لي توني نحن عاوزينك على برنامج، بس خوفونا انه ما تروحوا عن توني خليفه حيطلب منكم ارقام وهميه. قلت له انا ما بطلب ارقام وهميه ولا بحياتي طلبت ارقام وهميه. انا دائما بقول شو عرضك وشو عرضي. يعني سوقوا هذه الفكره ومش غلط. يعني عندك